أمسية سعيدة لكل متابعي شاشة الشروق الفضائية، أهلا وسهلا بكم من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. نشهد ليلة شبابية مختلفة من الغناء الشعبي الجميل، حيحييها عدد من المطربين وحيمتع كل الحضور الحاضر إذا كان داخل الاتحاد أو الحضور اللي بيكون حريص أنه يتابعنا في كل ليلة سبت من قناة الشروق الفضائية. أهلا وسهلا بكم، نحن في أم درمان حنسمع الغناء الشعبي، حنستمتع مع الأغنية الجميلة وأيضا كمان الغناء الحديث، فأهلا وسهلا بكم. خلونا نبدأ مع واحد من الشباب المبدعين اللي يتميزوا في الأغنية الشبابية والأغنية الشعبية تحديدا، وعدد من الشباب لجؤوا للأغنية الشعبية أحبوها فحببوا فيها الكثير. خلونا نستمتع ونستمع لهذه السهرة المختلفة بوجودكم وأكيد بمشاهدة كل الحضور اللي بيتابعنا وبيشاهدنا. نحن حنكون معكم في هذه الأمسية إلى أواخر الليل بإذن الله تعالى، ممتع متابعة ممتعة وطيبة. وخلونا نتابع الآن أولى الشباب أنس، حيطربنا وحيسمعنا، حنسمعه وحنتعرف على أنس وعلى مسيرته الفنية بعد ما يغني لنا ويسمعنا. إذن هي دعوة للمشاهدة والمتابعة نحن وأنتم، فأهلا وسهلا بكم. مالك أنا خدي يا نادية يا نادي المشل أختي، مالك أنا خدي يا نادية يا نادي المشل، أيوة مالو مالو كان خدي يا نادية يا نادي المشل أختي، I'm not kidding.
القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا 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 القمرة لا ظلي بروحي للحبيب كلمي يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة روحي للحبيب كلمي وهاتي لي وسلمي يا طالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا طالعة أفكاري موت حيرة أنا القمرة يا طالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا طالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة لا ظل بروحي للحبيب كلمي يا القمرة يا طالعة أفكاري موت حيرة أروحي للبلوم كلمي وهاتي وسلمي يا الطالعة أفكاري وجننا يا القمرة يا الطالعة أفكاري متحيرة القمرة فوق في سحاب ضغط العذاب يا القمرة يا الطالعة أفكاري متحيرة أنا إنسان ضغط العذاب وكان ملتفت للشباب القمرة يا الطالعة أفكاري متحيرة يا القمرة يا أفكاري موت حيرة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة لا ظل بروحي للحبيب كلمي يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة أروحي للحبيب كلمي وهاتي لي وسلمي يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة فوق في السماء وروح والعباد عظمة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة أي كلام بالترجمة والأهالي ما بتفهمة القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة أنا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة أنا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة يا القمرة يا الطالعة أفكاري موت حيرة أنا القمرة يا الطالعة أفكاري بيت المال وشبابه بيت المال وشبابه هيج عليا سجوني هيج عليا سجوني شغل فكري خلاني باقي عيوني بيت المال وشبابه بيت المال وشبابه هيج عليا سجوني هيج عليا سجوني شغل فكري خلاني باقي عيوني أيوة بيت المال وشبابه بيت المال وشبابه هيج عليا سجوني هيج عليا سجوني شغل فكري خلاني باقي عيوني بيت المال وشبابه بيت المال وشبابه هيج عليا سجوني خلاني باقي عيوني وسهر الليل ما نمت خيال معاي سهرت وسهر الليل ما نمت خيال معاي سهرت هاي دموعي السيل زي
شبابه المال شبابه هيج علي سجوني هيج علي سجوني شغل فكري خلاني بك يا عيوني خلاني بك يا عيوني بيت المال شبابه المال شبابه هيج علي سجوني هيج علي سجوني شغل فكري خلاني بك يا عيوني ايوه يا القمري يا القمري بحب عينيك وحلومي يا القمري أبكرك في اللي جاي سد الحبس الفجاج حال فاطمة عليهم اللالي قلبي ذري يا عطا أبكرك في اللي جاي سد الحبس الفجاج حال فاطمة الفاطمة عليهم بلالي قلبي
خريف الريتوح بشداد ومر السبوح الفاطمة عليهم باللالي عندي للرجال عطار يا خريف الريتوح بشداد ومر السبوح ولا ضيضك لي اللي يجي وصغير عليك.
شكرا جزيلا، شكرا شكرا. اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه، ونحن ننقل لكم هذه الليله الساهره والساحره بالاغنيات الشعبيه الجميله وبالطرب الاصيل. خلونا نلتقي بالشاب الجميل اللي كان ادلين اداء رائع جميل واغنيات جميله، انس عاطف. اهلا وسهلا بك، واليوم انت مشرف ومنور اتحاد الغناء الشعبي. الله يديك العافيه، و زي ما بقولوا يعني نظرتنا ما عارفين الحته دي منين نغني فيها، بنخاف عديل نحن والله. بتخاف عديل؟ ايوه. دي امتحان يا انس؟ امتحان اي والله، امتحان حقيقه يعني، عرفتي؟ لانه هنا في فطاحه لكبار، زي ما بقولوا ده البيت الكبير. يا سلام. اي عرفتي وكده يعني. انس ما شاء الله عليك انت حافظ، رغم انك انت ود بحري ود شمبات، لكن ام درمان الهوى. خلينا نشوف علاقه انس بالغناء الشعبي، بدت 200 والله. طبعا احنا ساكنين بحري شمبات، طبعا شمبات دي معروفه بالحقيبه وبالغنى وبالفنانين، استاذ خضر بشير فتح لها يعني. فيعني بدينا كانت قعدات كده في الحله، فشويه اتطورت لشارع النيل طبعا. شويه شويه لقينا الموضوع شنو فيه قبول كده لدى الناس يعني. تمام. هاي فالناس قامت اتطورت ومشت لاحسن يعني، فهمت كلام كيف؟ عملنا فرقه والحمد لله يعني بقينا نشتغل، والقبول ده من الله طبعا يعني. الناس بيشوفوا الحاجه سمحه، معناته دي حاجه سمحه يعني، عرفتي؟ يا سلام. انس، الحقيبه والشعبي ما سهل اي زول يحفظه ولا يعرفه، قدرت تحفظ في كلمات صعبه بترجع لزول معين عشان يصحح لك، ولا بنشوف في ناس كثيره بتمشي بكلمات قد تكون ما صحيحه، لكن انت غناك كله صحيح وسليم؟ والله طبعا نحن احنا في شنبات، طبعا عندنا الشيخ شنبات دي الاغاني اللي انا غنيتها له يعني، تقريبا هي اغنيتين شيخ شنبات اغنيتي اناديه، دي من الاغاني اللي شهرتنا اصلا يعني، اول يعني كده. وبعديها بيت المال كلماته والحانه برضه استاذنا الشيخ شنبات. فيعني بنرجع للمرجعين، عندنا مرجعيه كبيره جدا هناك. جميل. عندنا الاستاذ المرحوم سليمان زين العابدين، يعني ده كان مرجعيه بترجع لها. كان كيف؟ دي اجمل حاجه عشان الزول يمشي صح ويحفظ صح ويحفظ مكانته في الفن. ايوه. بعدين اي كلام انت تقوليه في اغنيه ما ياهو الناس بشكلك طوالي ده ما يا اخي انت ما حافظ. بعدين ده ما هي اغنيه، ده ما هي اغنيه صح يعني، كلماته تكون عجيبه شديد. صحيح. ما زي هسه يعني. انس شكرا لك لوجودك اليوم داخل الاتحاد، ونتمنى نشوفك مرارا وتكرارا وفي تطور وازدهار ان شاء الله. والله بينوركم والله. شكرا لك. الله يديك العافيه. تسلمي. بنتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر الشروق مباشرة من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وليلة يشهدها الطرب الأصيل وأغنيات الجميلة والأغنية الشعبية، هي دائما حاضرة وجميلة الأغنيات. حنتعرف أيضا كمان على عازفين وفنانين وناس بيكونوا حاضرين هم رواد لهذا المنتدى، منتدى اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، عنده رواد بيجوا بيحضروا كل أمسية مختلفة أو أمسيات السبت بالتحديدا، بيكون فيها عدد من المبدعين من الشباب وأيضا كمان من القامات. دعوني أرحب أيضا بكل القامات الفنية اللي موجودة الآن عبر هذه الأمسية، كبار الفنانين اللي موجودين الآن وأيضا كمان كل الحاضرين. خلوني أسلم على سعد. أهلا وسهلا بك. حبابك حبابك عشرة وحباب الشروق. كيف حالك؟ الحال زين الحمد لله. الحمد لله. كيف أنت؟ الاتحاد كيف معك؟
والله الاتحاد تمام. الاتحاد طبعا جاري في دمانا احنا يعني. الاتحاد طبعا ما شيء صرح يعني ما سهل، وله وضعه وله وزنه. انت يعني. سعد عبد الناصر لك وزنك عبد الباسط. سعد انت عازف؟ نعم. بتعزف لنا شنو من الالات؟ والالات دي بعزف ايقاع، عزف طبله، عزف دلوكه. كشكول عازف يعني؟ اي كشكول عازف. هو الحاجه بتاعت الدلوكه دي ذات جبتها في الغنى الشعبي بعد ما اخونا كرناف انا ذات دخلت الشغلانه دي الاول، حتى بعد ذاك انتشرت على الناس اللي هو شغالين فيها هم هسه. الايقاع السريع. لا لا لا، الدلوكه في ذاتها في تصميمها وفي طريقتها. اها. يعني دي كانت من ابتكاراتي انا بالذات. يا سلام. اي نعم. دي واحده من الحاجات الجميله. آه ومن ومن الحاجات الخفيفه اللي بيشتغلوا بها الناس. لكن خلينا نشوف اله محببه لك انت بتشتغل بها دائما. والله يا اخي الطبله والدلوكه. الاثنين معاني في آن واحد. كيف عندي فيه حاجات ما تخلص. نحن حنشوف لنا مقطع منهم بعدين كده. غلازي جميلة اديكم له. الشباب والشباب اللي موجودة الهسي وبيغني الأغنية الشعبية، والأغنية الشعبية قديمة ومعروفة وعندها أساتذتها، قادر إنه تشوف إنه هم يكونوا أجيال مستقبل؟ والله يا أخي هو طبعا هو لابد من يكون فيه تواصل أجيال. يعني نحن ذاته ما قاعدين يعني، وعندنا فترة معينة بناخدها واحتمال تكون انتهى ذاتها. لسه تواصل الأجيال ده لابد منه. ونحن والله بنحبز الشغلانة دي، ويعني قاعدين نجمع في الشباب والله، ما بنقيف معاهم ونقيف معاهم والله، وندعمهم باللقاءات، ندعمهم بالفكر، ندعمهم بالهنا. ملاحظ يا سعد هسي الشباب ذاتهم بيجوا هم حابين الحاجه وحابين الفن وحابين الايقاعات السريعه والخفيفه، وبتلقى انه دائما في كل الملمات الشبابيه بتلقى في واحد بيعزف الايقاع بطريقه جميله. اي نعم. والله يا اخي ما شاء الله، هو الايقاع ده طبعا ما بحر واسع. يعني انا ما بقدر احدده ولا الوراي ولا القدامي ولا الحقيقي بعدي. يعني كل مره بتصار فيه ابداعات ولمسات بتحصل في الايقاع. فبقى يعني الاولاد دي يعني ما شاء الله والله ماشيين كويس، والفنانين بالذات الاولاد الشباب. بس الحاجه اللي بحبذها انه يعني يراجعوا الغنى. الغنى التراثي ده غنى يعني شيء موروث. صحيح. والخطا فيه الخطا فيه والله ما بيتقبل. عشان كده يعني حقه النصوص ذاته يراجعوها ويمشوا لجهة. يعني انتم بتكونوا حافظين يعني. والله يا اخي احنا بقى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا لك يا سعد، يديك العافيه. تصبوا نتواصل مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه في هذه الامسيه، نتابع الاغنيات وايضا كمان حنشوف فنان شاب حيغني لنا فاصل غنائي. تابعونا. الراسخة المعتقة الساكنة منا في الوجدان، تحية لإدارات المنتدى ولمطربيه مجملين لباحة الزمان والمكان، تحية لأنثوات الأغنيات المجالسات لهذه الأغنية استماعا وطربا وتوثيقا وامتدادا لأجيال الغناء المختلفة، تحية للمطرب الشاب أنس عاطف الذي تغنى من خلال فاصلة غنائية توطد على معنى تواصل الأجيال في هذه الأغنيات الكبيرة، أغنيات الحقيبة والأغنيات الشعبية. قبل أن نقدم المطرب القادم في هذه الأمسية، تحية المحبة والتقدير للجميع، ونترحم على روح عبد العظيم جبارة تمساح المشجع القومي المعروف في السودان وفي نادي المريخ العظيم، له الرحمة والمغفرة، واحد من الأرقام الكبيرة في ساحة وباحة الرياضة والتشجيع القومي وتشجيع لنادي المريخ. نترحم على روحه الطاهرة، وهكذا هي الحياة ما بين حضور وما بين إياب وذهاب، فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء وحموله. وهذا هو حال بالتأكيد الحياة وهذه الدنيا الفانية. المغني الشاب أنس تغنى بأغنية خال فاطمة. خال فاطمة واحدة من الأغنيات التراثية التي نفض عنها الغبار الراحل الموسيقار الدكتور عبد الكريم الكابلي. مرت قبل أيام ذكرى
رحيله الأولى مرور عام على ذكرى رحيل هذا الهرم الفني. أيضا نترحم على روحه وعلى روح كل من رحل من دنيانا الفانية، ونحيي أستاذنا عوض الكريم عبد الله متعك، ربنا بالصحة والعافية، واحد من أساطين الأغنية الشعبية، أستاذنا أيوب محمد الحاج وأستاذنا حيدر أبكادوك، وكذلك في مقدمتهم المطرب الكبير ورئيس هذا النادي الأستاذ كمال ترباس، وكل من يقفون على أمر هذا النشاط في كل يوم وفي كل ليلة. القادم واحد من الشباب الذين التمع نجمهم في الفترة الأخيرة في سوح الغناء المختلفة، تغنى بكل أشكال الأغنيات، برع حينما تناول أغنيات الربابة التي الآن تسيطر على الساحة الفنية. خلونا نقول له يا سلامنا يا سلام كما ردد وتغنى بها كواحدة من أغنياته الجميلة. حيورينا كيف النار ولعت في المسرح لما يغني يا بلول النار ولعت، أو ما يختار غيره من الأغنيات. حيوا معي نجم القادم الفنان علي الشيخ، مرحبا بك حاديا وشاديا على مسرح الاتحاد في هذه الأمسية. إذن أهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر شاشة الشروق الفضائية، ونحن ننقل لكم ليلنا الساحر والساحر الممتع اللي عودناكم دايما إنه كل سبت نكون معكم عبر الهواء مباشرة، أغنيات الحقيبة وغناء الحماس، وأيضا كمان الدلوكة هي حاضرة والغناء الشعبي. مجموعة من الشباب اللي عندهم ذاكرة وحاضرين في الأغنية الشعبية وعندهم شغف للغناء الشعبي، جملوه بطريقتهم الخاصة، وكل شاب سوداني غنى شعبي بيكون حريص جدا إنه يكون حافظ ويكون حاضر لوجود القامات اللي موجودة داخل اتحاد الغناء الشعبي، وهم بيننا الآن حضورا أنيقا. وأيضا كمان في الأونة الأخيرة الأغنية الشعبية بدت في نقلة مختلفة، زي ما أنتم شايفين عدد الشباب اللي أصبحوا مهتمين بالغناء الشعبي وغناء الحقيبة وحضورهم دائما في المنتديات المختلفة، لكن يظل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان هو أحد رواد المدارس العريقة العتيقة، المدرسة اللي خرجت أجيال وما زالت تعلم في الشباب وتعلم في الأجيال، ونحن بنشهد من خلال التعليم للأجيال اللي بيحصل الآن من خلال المسرح لشباب قادرين إنهم يغنوا لنا غناء شعبي مختلف جميل بطريقة أدائهم وبأصواتهم الممتعة. حقيقة في عدد من الشباب اللي بيشاركوا في داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان قدروا إنهم يثبتوا نفسهم، قدروا إنهم يظلوا في المقاعد الأمامية مع كبار الفنانين، حبوا الأغنية الشعبية وحببوها كمان لكل الناس اللي بيسمعوها. اختلاف الأجيال واختلاف الشباب والدعم اللي بيلقوه الشباب من اتحاد الغناء الشعبي ومن الأساتذة الكبار اللي موجودين بالاتحاد خلق علاقة جميلة ما بين الماضي والحاضر، ما بين الأغنية الشعبية ومحافظتهم عليها ومحافظة الجمال اللي احنا شفناه من سنين ومن أوقات مختلفة. هذه الأمسيات المختلفة في أم درمان ما غريبة بيقول على ناس أم درمان ولا غريبة على سكان أم درمان. أم درمان العراقة والتاريخ، زي ما غنى لنا الشاب الجميل أنس قبل قليل بيت المال، فالأغنية الشعبية بتلقى كل زول بيغني لحتته لحيه لفريقه ولناسه، فواحدة من الحاجات الجميلة إنه نحن نشوف المسيرة الفنية بتتوسع، نشوفها بتكبر، ونحن حريصين عبر شاشة الشروق الفضائية إنه نكون على الهواء مباشرة مع كل المشاهدين، ننقل الحدث وننقل الحاجات كما هي، تحتسل الضيوف اللي موجودين القهوة والشاي وقفشات من داخل الاتحاد، ده الترابط اللي كل الناس قد يكونوا محتاجين له، ده الترسيخ للأغنية، دي محبة الناس للغناء الشعبي والغناء الحديث. أيضا كمان حنرحب بشاب جميل صنع لونية مختلفة لنفسه، غنى كثير من الأغنيات
الجميلة واشتهر بسرعة. كثير من الفنانين بيتعثروا في الانتشار وفي المعرفة، وكثير منهم بنلقى أنه بياخد وقت، لكن فناننا القادم اللي حيغني لنا عبر اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان اللي احنا موجودين فيه الآن هو مختلف. أنا حأقوله وحنسمعه نحن مع بعض، حيغني لنا شنو، وعنده أغنيات شهيرة جدا والناس حافظينها كلهم، فخلوه يكون مفاجأة للسادة اللي بيشاهدون عبر الشروق مباشرة، إذا كان عبر بثنا المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في موقعنا على الفيسبوك، أو كمان بيتابعونا عبر شاشتنا في الهواء مباشرة. تجهيزات وترتيبات وأوضاع فنية نحن بنشاهدها وبنتابع الآن من خلال ننقل لكم بعض من الجمال الغنائي وبعض من الشباب اللي مجتهدين اللي بيقدموا أغنية لكل المشاهد ولكل اللي بيسمعنا وبيتابعنا ولكل الحضور اللي بيكون حريص إنه يكون موجود داخل اتحاد الغناء الشعبي في أم درمان. من الملاحظ في اتحاد الغناء الشعبي في أم درمان في ناس ثوابت أساسا كل يوم سبت لازم يكونوا حضور، وده جزء ممكن يكون من الدعم اللي هم بيقدموه لاتحاد الغناء الشعبي، وممكن يكون ده انتماء ولا لاتحاد الغناء الشعبي، وممكن يكون شغف وحب للأغنية الشعبية الجميلة اللي هو بيحسها وبيمشي وبيفتشها عشان ما يلقاها. فالمنتديات خلقت أجواء وخلقت حفظ جميل وحفظ للأغنية الشعبية وأغاني الحقيبة والأغنيات الجميلة والزمن الجميل زي ما هم دايما بيقولوا الزمن الجميل. الأساتذة الكبار بينظروا كل الجمال من الأغنيات في عيون الشباب وفي حفظهم وفي طريقتهم لأدائهم.
اهلا وسهلا مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه، ونحن من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان على الهواء مباشره. خلونا نلتقي بواحد من اعضاء الانتداب اللي موجودين باتحاد الغناء الشعبي. حسام اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. مرحبا بكم باتحاد فن الغناء الشعبي، واحنا سعيدين جدا جدا بغناء الشروق تواصله معانا. يعني لحظات الفاتت دي كثيره، يعني سمعنا وجودكم المتكرر ده يعني شيء جميل جدا جدا، بتنقول لنا حاجه كويسه يعني، وبتدي دفعه للشباب كلهم ان شاء الله يجونا، والناس المعجبين بالاتحاد والفن الغناء الشعبي ان شاء الله. احنا استاذ حسام حريصين انه ننقل الحاجه دي من الاتحاد اللي هي الامسيه المختلفه، اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، عشان ما نقوي من الاتحاد وننشا الاتحاد ويرجع لسيرته الاولى. الحمد لله الاتحاد حسي الان هو رجع بقوه. اتحاد يعني اتحاد اصبح يعني في لسان كل زول الحمد لله، ودي اهم حاجه. احنا كنا فعلا كان في فتره بتاعت ركود شديده جدا جدا، لكن من الان وصاعدا ان شاء الله الليالي حتكون قويه، والاداره بتاعته ان شاء الله اداره يعني كانت فعلا فيها خلل، لكن الان الاداره اداره حاسمه جدا جدا في كل الامور وكل المواضيع، وان شاء الله حتشوف الجميل والكثير ان شاء الله باذن الله. دورك في الاتحاد الانتداب شنو اللي ممكن يحصل؟ منو الممكن ينتدب؟ منو الممكن احنا اي زول بيجينا عنده رغبه انه ينتسب لنا احنا بنقول له حبابك كويس، وعندنا يعني فاتحين باب لاي زول، حتى الشباب البادين في الغناء الشعبي اللي عندهم اي رغبه في الحاجه دي احنا فاتحين لهم وعاملين لهم مجال، واتحادنا فاتح طوالي عاده من المساء وكله ان شاء الله باذن الله فاتح والناس بتقابل. شروط معينه للعضويه مثلا؟ اي نعم، يعني مكتوبه في اللائحه بتاعت الاتحاد كويس. عايزين يعرفوا ابرز الحاجات شنو يعني؟ هو في اجراءات بسيطه يعني البطاقه الشخصيه او الرقم الوطني كويس، وفي قيمه بتاعت اشتراك بسيطه يعني رمزيه ما حاجه، وبعد ذاك بيكون في تواصل في اجتماعات زول يواصل، بعد ذاك بتكون الرؤيه بالنسبه له واضحه يعني. حسام، من خلال تواجدنا داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان لاحظنا الكم الشبابي والعدد الشبابي واهتمامه بالاغنيه الشعبيه. والله طبعا دي يعني اقول لك يعني ما شاء الله كويس، كل الناس وكل الشباب ديل حاسين بيحبوا الغناء الشعبي كويس، واحنا يعني حقيقه لما بدينا في الاتحاد يعني احنا لينا يمكن بدينا رواد كنا بني، كان الكمية بتاعت الشباب بسيطة، لكن حسي زادت كويس كل مرة هي زايدة، والغنى الشعبي أصبح يعني الحمد لله إنه الناس بتستغله شديد وبالذات الشباب، وده أهم حاجة. وجود الكبار الفنانين العمالقة في الغناء المختلف، هم وجودهم داخل الاتحاد بدي دفعة للشباب، بدي دفعة كبيرة جدا جدا. حسي عندنا الأستاذ عوض الكريم عبد الله طوالي مشرفنا، أستاذ القلع، يعني دول كلهم ما شاء الله يعني، فدول كلهم مدينهم دفعة للناس دي إن شاء الله الحمد لله. شنو الرسالة اللي ممكن تقدمها أخيرا لكل الناس اللي محبي الغناء ولكل الناس اللي حابين اتحاد الغناء الشعبي في أم درمان يظل؟ احنا عايزينهم يجونا بس كويس في أيامنا المحدودة دي، ويتواصلوا معانا ويتابعوا كويس، احنا بيهم إن شاء الله كميتنا بتزيد وبتزيد، الاتحاد برجع أقوى وأقوى إن شاء الله بإذن الله. من الحاجات الملاحظة الدخول للأمسيات المختلفة مساهمتها قليلة جدا. احنا المساهمة دي رمزية، لأنه عندنا كويس حاجات بسيطة جدا جدا، احنا ما مدعومين من حكومة، احنا بدأنا نعمل الحاجات دي في اشتراكات بتاعت كهرباء، في حاجات بسيطة، حاجات رمزية بسيطة. شكرا حسام.